التلفزيون العربي. التلفزيون العربي. معنا من واشنطن سيد مسعود معلوف الدبلوماسي السابق والخبير في الشؤون السياسية الأمريكية. أهلا بك معنا سيد مسعود. إذن ما يتناقله الإعلام الأمريكي بأن حملة بايدن تدعو جميع الموظفين إلى الاجتماع، وبالتالي الحديث عن يعني أكثر من شخصية ديمقراطية. إذا ما تحدثنا عن آدم شيف عضو الكونغرس الأمريكي عن كاليفورنيا، أيضا نانسي بيلوسي، هناك تقارير ربما غير مؤكدة تقول إنها تهندس هذه الحركات المطالبة لبايدن بالتنحي عن السباق. جاك شومر أيضا حليف بايدن أيضا يشاع أنه أيضا من ضمن المجموعة التي تطالب بتخليه عن سباق الرئاسة. ما هو المتوقع في ظل هذه المطالبات المتزايدة؟ نعم، بعد التحية لك وللمشاهدين الكرام. ما زال الرئيس بايدن حتى الآن مصر على الاستمرار في حملته الانتخابية، وهو قال منذ يومين في إحدى المقابلات أنه قد ينسحب في حال، فقط قد يفكر في الانسحاب في حال أكد له طبيبه الخاص بأن وضعه لا يسمح له بالاستمرار في المعركة. ربما يكون في ذلك بداية انفتاح له على احتمالية الانسحاب، ولكن كما تفضلتم هنالك أصوات متزايدة داخل الكونغرس، شخصيات رفيعة المستوى ذات مسؤولية هامة في الحزب الديمقراطي، بالإضافة إلى الأشخاص الذين تفضلت بالحديث عنهم. الرئيس أوباما أيضا على ما يبدو يتحدث في مجالسه الخاصة بأنه لا يعتقد أن الرئيس بايدن سيستطيع الفوز على الرئيس ترامب. هم الحزب الديمقراطي الآن هو عدم عودة ترامب إلى البيت الأبيض من جهة، ومن جهة ثانية إن خسارة البيت الأبيض قد تؤدي وبشكل شبه مؤكد إلى خسارة الأغلبية في مجلس الشيوخ أيضا، وهي أغلبية ضئيلة جدا جدا. والآن أحد هذه أعضاء هذه الأغلبية الضئيلة روبرت مينينديز مطلوب منه أن يستقيل لأنه متهم بعمليات فساد وغير ذلك من الأمور. أي أن الحزب الديمقراطي في ورطة، يخشى أن يخسر البيت الأبيض والكونغرس. حاليا مجلس النواب التابع للكونغرس يسيطر عليه الجمهوريون، وربما سيسيطرون أيضا على مجلس الشيوخ في حال لم ينجح الرئيس بايدن في الانتخابات. يعني سيد مسعود، نعم. يعني في ظل ما تفضلت به وأيضا التعابير التي يستخدمها بايدن حتى الآن من قبيل أنه لن يتخلى عن السباق إلا إذا صدمه قطار، يعني بمعنى أن هناك مستوى من العناد يمارسه الرئيس بايدن والإصرار على يعني التمسك بالسباق للرئاسة. ماذا لو استمر بهذا العناد وفعلا هناك خطر على أن يخسر الديمقراطيون غرفتي المجلس؟ هذا يعني خسارة ربما على مستوى التشريعات مستقبلا، فبالتالي هل يقبل الديمقراطيون بهذه الخسارة المحتملة؟ يعني لنقل أن الرئيس بايدن هو شخصية عنيدة، هو عنيد جدا بطبيعته. في 51 سنة من حياته السياسية عاصر أمورا كثيرة، حصل له هبوط وصعود، وبعد كل هبوط كان يصعد من جديد، وهو يعتقد هذه المرة أنها مثل المرات السابقة، ولكن هذه المرة هنالك خطر كبير عليه من هذه الناحية، من ناحية خسارة إرثه الكبير الجيد جدا، والذين يطالبونه بالانسحاب أيضا لأنهم يحبونه، ليس فقط من خشية أن يخسر الحزب الديمقراطي البيت الأبيض والكونغرس، ولكن أيضا خشية أن يخسر الرئيس بايدن إرثه، لأنه معروف عنه أنه رجل يحب الولايات المتحدة، هو رجل يضحي من أجل الوظيفة العامة، من أجل بلاده، وليس أنانيا مثل الرئيس السابق دونالد ترامب. يخشى كثيرا أن يستمر في عناده، وفي هذه الحالة أنا أعتقد أن فعلا سيكون الحزب في أزمة كبيرة، ولكن سيحاولون كثيرا
جميع أعضاء الحزب الالتفاف حول الرئيس بايدن ودعمه، لأنه ليس لن يعود لديهم أي مخرج آخر، لأنه فقط هو الذي يستطيع أن ينسحب. ما فعلوه حتى الآن هو كان من المفترض أنه في مطلع الأسبوع نعم المقبل تبدأ عملية تعيينه رسميا كمرشح الحزب عبر الاتصال افتراضيا بالمندوبين، حوالي 4000 مندوب ربحهم في الانتخابات التمهيدية في مختلف الولايات، وهي أكثرية ساحقة، وهم مصممون على التصويت له، ولكن تمكن مسؤولو الحزب من إقناع الجميع بتأجيل ذلك حتى بداية شهر أغسطس، وفي ذلك الوقت يتأملون أو يأملون بالأحرى طيب، أن ما هي حدود يقنعوا هذا؟ الرئيس بايدن. يعني ما حدود هاي محاولات الإقناع هذه عندما نتحدث عن يعني المؤتمر المقبل للحزب والسيناريوهات؟ يعني هل يمكن لهؤلاء الديمقراطيين الذين يحاولون إقناع بايدن بالتخلي عن سباق الرئاسة، هل يمكن أن يمارسوا نوع من الضغط بشكل أقوى، يعني بمعنى القوة، إذا ما فعلا يعني لمسوا هناك خطر على موضوع أن يخسروا يعني غرفتي المجلس، بمعنى أن هناك تغييرات ربما دستورية أو تشريعية، أو ندخل في عصر جمهوري 100%؟ إذا ما وصلوا إلى هذه القناعة، هل يمكن أن نشهد ضغطا أكبر من الديمقراطيين على بايدن؟ لا شك أنه أيضا كما أن هنالك أعضاء كثيرين في الكونغرس يطالبون الرئيس بايدن بالانسحاب، هنالك أعضاء يؤيدونه، عنده الكثير من التأييد للاستمرار بالعملية، أي أنه إذا حصلت بعض الضغوط فيكون في مقابلها ضغوط مقابلة، ولن تنجح هذه الضغوط، وكل ما تؤدي إليه إلى مزيد من الانقسام داخل الحزب. هذا أمر مستبعد، فقط على الرئيس بايدن هو أن يقرر قبل 19 من شهر أغسطس القادم، بعد شهر بالضبط هو موعد اجتماع مؤتمر الحزب الديمقراطي في مدينة شيكاغو. في حال قرر الانسحاب يمكنه أن يرشح أحدا للرئاسة مكانه، وفي حال أصر على الاستمرار سيكون من الصعب جدا إقناع المندوبين بتغيير موقفهم والتصويت لشخص آخر، سيكون هنالك فوضى وسيحصل انقسام طيب، كبير برأيك داخل سيد الحزب. مسعود، يعني ما هو يعني هل هناك توقعات بأشخاص ربما سيكونون منافسين أو ممكن أن يحلوا مكان بايدن، يقع عليهم الاختيار، سيما وأن نيويورك تايمز تنقل عن أن كاميلا هاريس ربما هي الأقرب بتأييد بايدن، وهناك من يطرح أسماء جافي نيوسوم وغيرها من الأسماء. بالتالي هل ترى كاميلا هاريس ربما لو فعلا تنحى بايدن عن السباق ستكون هي الأقرب، أم هناك شخصيات أخرى؟ هنالك شخصيات أخرى طبعا، ولكن كامالا هاريس نائبة الرئيس عندها بعض الأفضلية، إذ أنها من جهة نائبة الرئيس لمدة 4 سنوات على اطلاع بجميع ملفات البيت الأبيض الداخلية والخارجية، جميع تفاصيل السياسة الأمريكية من الداخل والخارج، بينما الآخرون عندهم معلومات وعندهم تفاصيل عن الولايات التي هم فيها، ولكنهم ليسوا على مستوى الولايات المتحدة بكاملها. هذا من جهة. من جهة ثانية نعرف كم أن تمويل الحملات الانتخابية هام، وفي صندوق حملة الرئيس بايدن الآن 240 مليون دولار، لن يستطيع أي مرشح غير أن كامالا هاريس كونها الآن هي على اللائحة، لن يستطيع أي مرشح آخر استعمال هذه الأموال، وعليه أن يبدأ من جديد بطلب التمويل وغير ذلك، واضح. وهذه أمور تأخذ بعض الوقت. نعم. من واشنطن سيد مسعود معلوف الدبلوماسي السابق والخبير في الشؤون السياسية الأمريكية، شكرا. التلفزيون العربي. التلفزيون العربي.